على الخط المهندس الأستاذ سامر كفا، مدير فرع شركة محروقات باللاذقية. أهلا وسهلا بكم أستاذ سامر. صباح النور أستاذ مازن. يسعد صباحك أستاذ سامر. يعني كان حديثنا بيتعلق بالمحروقات الزراعية وتحديدا المازوت. يعني معنا السيد معاون مدير الزراعة. اجتنا اتصالات رسائل من خلال الاستطلاعات، عم يحكوا انه من اول السنة لحد الان المزارعين ما عم يحصلوا على مازوت، وتحديدا المزارعين اللي عندهم اشجار مثمرة زيتون تحديدا عم ينزل على تطبيق وين، ولكن كل اتصال اجانا لحد الان عم يذكر من اول السنة لحد الان احنا وصلنا للشهر الثامن ما عم يحصلوا على الكمية، انه الكمية لسه غير متاحة، موجودة لكن غير متاح التسليم. ما هي الاسباب برأيك؟ هلأ نحن دورنا كشركة محروقات نحن بنزود محطات الوقود بمادة المازوت الزراعي. طريقة تزويد المحطات هي بتتم عن طريق جداول من مديرية الزراعة، وبنصادقها بلجنة المحروقات، وبنوزع المازوت الزراعي للمحطات القريبة من الأراضي الزراعية، كل منطقة حسب حاجتها. وبالتالي يعني هو كمية كل مواطن لحظته الزراعية لازم توصلوا عن طريق بطاقة التكامل عبر برنامج الوين. بس يعني بحب نوه له إنه المازوت، بحب نوه عليه إنه المازوت الزراعي متوافر بالمحطات. متوافر بالمحطات، ونحن اشتغلنا مع لجنة المحروقات من أول السنة على تأمين المازوت الزراعي بكافة المحطات. وين ما بتحددوا مديرية الزراعة. انتوا عم توصلوا الكميه، مهمتكم توصلوا الكميه لمحطات الوقود في كل المناطق ضمن المدينه وبريف المحافظه. مهم نحن كشركه محروقات وصلنا ماده المازوت الزراعي بكل محطه وكل منطقه. صح. بمحافظه اللاذقيه. طيب استاذ سامر، يعني هلا يعني المواطن او المزارع يعني صار انه في شيء مو واضح بالنسبه له، مديريه الزراعه ذكروا لنا انه نحن رفعنا كل الجداول وسلمناها لشركة محروقات، حضرتك كمدير شركة محروقات عم تقلنا نحن سلمنا الكمية، طيب معناتها وين المشكلة؟ ليش المواطن ما عم يقدر يحصل؟ قسم منيح من المواطنين أو المزارعين عم يتصلوا عم يقولوا نحن لسه الكمية غير متاحة، موجودة على التطبيق ولكن غير متاحة. وين المشكلة إذا بدكم؟ ممكن هو توزيع المازوت الزراعي ممكن يكون بتوقع، ممكن أنتم تستشيروا شركة التكامل، هو عبارة عن دورة كاملة. نعم. يعني مثلا تفترض انا عندي المنطقه المعينه بيستلم المواطن الاول حصته، الثاني بترجع عنده دوره ثانيه ليستلم كامل المنطقه حصه من المازوت الزراعي، مشان نضمن انه وصل المازوت الزراعي لكل مواطن. طيب يعني هلا كمان عم يحكوني من الكنترول، عم توصل رسائل للبرنامج غير الاتصالات اللي وردت وغير الموجود معنا باستطلاع الراي. من اول السنه لحد الان ما حصلوا على كميات، يعني معقول من 1/1/2024 ونحن حاليا ب 18/8/2024 ما في، يعني في قسم منيح من الناس ما حصلوا على المازوت؟ هلا ما حصلوا على المازوت من 1/1 اكيد في عنده مشكله ببياناته، لازم يراجع مديريه الزراعه، والا نحن موزعين وفي مواطنين نسبه غالبيه عظمى يعني حصلت على حصه ماده المازوت الزراعي. طيب. لازم يراجع مديريه الزراعه، ممكن يكون في خلل ببياناته ببيانات. طيب. او ما شابه. طيب الاستاذ ماهر علي معاون مدير الزراعه معنا بالاستديو. طيب شو رايك في نسبه من المزارعين عم يراجعوا مديريه الزراعه وعم يوجد انه هناك خلل سواء برقم هويه سواء برقم عقار ببيانات المرفوعه، عند وجود اي خلل برقم هويه او اسم اب او اسم ام خلال من البيانات المرفوعه يتم. طيب كيف رفعت للتكامل اذا هيك خلل؟ هلا اي موظف عم يدخل بيانات ممكن يغلط برقم. عم يحكوني من الكنترول اشخاص وصلت رسائل بتتعلق باشخاص، نحن هلا بث مباشر وتوصل رسائل على البث المباشر، اشخاص كانوا يحصلوا العام الماضي باخر دوره العام الماضي حصلوا على المازوت وبياناتهم بياناتهم مثل ما هي ما تغيرت هذا العام من اول السنه لحد هالتاريخ. نقطه هون، الموسم الزراعي من 1/8 حتى 31/3 او هو كسنه بتبدا ب 1/8 موسم زراعي، فاللي حصل قبل راس السنه او خلال الاشهر الاخيره من العام الماضي هو من ضمن نفس الموسم، فبدنا ننتظر اللي اخذ دفعه بده ينتظر حتى تكتمل دوره المنح المازوت الزراعي لدوره كامله للمزارعين، ومن ثم ستاتي الدوره الثانيه، يعني اخذ مازوت الفلاحه عن الفتره الربيعيه او فتره الاشهر الاولى، سياخذ الدفعه الثانيه عن الفلاحه الخريفيه بعد ان تكتمل الدوره.
هناك نسبة من المزارعين لم يحصلوا على أي دفعة وهم ليسوا بالنسبة الكبيرة، نسبة غير مرتفعة نتيجة وجود أخطاء معينة مثل ما حكينا هلا من شوي. فهي وجود أي خطأ أو نقص بالبيانات بيخلي إنه التكامل أو البرنامج أو التطبيق ما يتوقف عند هي الخلل نتيجة نقص رقم أو خلل بالاسم أو غير ذلك. تمام أستاذ سامر، يعني في أي إضافات بتحب تضيفها؟ ما عطلك كثير بعرف عنكم كان لجنة التطبيق. بس على رأي الأستاذ ماهر تماما، وفي نسبة كبيرة من المواطنين الحصلت على مدرسة المواد الزراعية وعنده المحطة اللي حتى الآن يراجع مدير الزراعة، ممكن يكون في خلل برقم الوطني الهوية أو ما شابه ذلك، بيتصحح وبيرجع بيأخذ. طيب استاذ سامر، خطا اذا كان هو السنه الماضيه حاصل على مازوت زراعي بيكون ما رح يكون في خطا، فاللي عم توصل رسائل منهم هن حاصلين العام الماضي ضمن نفس الموسم. استاذ انا عندي توضيح حول النقطه هي. تمام، لحتى بس ننهي المكالمه مع الاستاذ سامر، في اي اضافات جديده استاذ سامر؟ يعطيكم العافيه. انا عم بتاكد انه نحن كشركه محروقات راح نستمر بتزويد المازوت الزراعي دائما بالمحطات الوقود. تمام، شكرا جزيلا لك استاذ سامر كفا مدير فرع شركه محروقات بلاد الخليج. شكرا جزيلا.